موجز الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر، مرحبا بكم. تجددت الاشتباكات بالحجارة صباح اليوم بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن عند تقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع القصر العيني. قد أدى تجدد الاشتباكات إلى توقف المرور بشارع القصر العيني وتحويل الحركة المرورية إلى الشوارع الجانبية وكورنيش النيل لمنع التكدس. من ناحية أخرى، قال مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيرة الدكتور محمود سعيد، قال إن المستشفى استقبلت 38 مصابا من اشتباكات محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية وحالتهم جميعا مستقرة. وكانت اشتباكات متقطعة قد وقعت مساء أمس بين عدد من المتظاهرين بشارع الشيخ ريحان وقوات الأمن المحيطة بوزارة الداخلية خلال إحياء ذكرى أحداث محمد محمود. من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن عناصر شغب اندثت في مظاهرات الشارع أمس وتجمعوا بشارع القصر العيني وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة بالمنطقة. أوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع أمس بعد سقوط زجاجات المولوتوف على سور مجلس الشورى وبنك باركلز، مما تسبب في نشوب حريق محدود بهما. وأضاف البيان أن عدد المصابين من قوات الشرطة بلغ 8 ضباط و20 مجندا نتيجة استمرار عناصر الشغب في رشق القوات بالحجارة وإطلاق الشماريخ وإشعال النيران في إطارات السيارات. تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم أولى جلسات دعوى مخاصمة ضد أعضاء المحكمة في قضية حل مجلس الشعب. وكان النائب السابق محمد العمدة والمحامي أنور صبحي قد أقاما دعوتين لمخاصمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا المشاركين في نظر القضية لإصدارهم حكما بحل مجلس الشعب بأكمله، وذلك على الرغم من أن الدعوة الأصلية كانت تطالب ببطلان المقاعد الفردية فقط. تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها بالمحافظات. وكانت الجلسات قد أجلت اليوم للاطلاع وإخطار هيئة قضايا الدولة للتعليق وتقديم الأوراق والمستندات. كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى جاء فيها أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي بشكل غير قانوني وبدون ترخيص من الجهة المعنية. يتوجه اليوم وفد من وزراء الخارجية العرب إلى قطاع غزة وعلى رأسهم أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. يضم الوفد 9 وزراء خارجية عرب من بينهم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. تأتي زيارة وزراء الخارجية العرب للقطاع لإظهار التضامن مع أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليه. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أهمية وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن. وأضاف العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أضاف أن الجمود الحالي لعملية السلام إضاعة للوقت ويسمح لإسرائيل بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. من جانبه، قال بان كي مون إن الجهود التي بذلتها الجامعة العربية لوقف العدوان على غزة بناءة، كما أكد أهمية العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. نهاية الموجز. المزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. نستقبل أيضا التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأبرز وآخر الأخبار. فابقوا معنا.